ولازم كنت أجري، بس أنا استعجلت في الأمر. يا سيارة بني جن من دا، اليوم جيت لكم فيديو جديد. الفيديو رح يكون عن أول تجربة أسويه، إنه أصبغ شعري. رح أسويه لوحدي لأنه أول مرة أصبغ لنفسي، عادة أخلي أحد يصبغ لي. كان المفروض أنا ونارين نسوي هذا التجربة، بس نارين بسبب المدرسة والدراسة فبضطر إني أصبغ لوحدي. لأول مرة أصبغ والله لوحدي، ومش عارفة كيف الطريقة كيف يصبغ الشعر، وأنا مش عارفة كيف بتكون التجربة. أول شيء طلع لي في الموضوع كله هذا، يقول إنه لازم أحطه أول شيء وأخلطه مع بعض هذا الشكل. أول شيء راح نلبس الجنجة. والله أنا مو فاهمة كيف طريقة الصبغة، ولا فاهمة كيف راح أسوي شعري. وهذا جايبي لنا معاه هذا كيس شكله، او ايش هذا، كيس الشعر ولا كيف، مو فاهم. واو واو والله. كده بهذا الشكل بابا، وجنك بها. شجاعك. أنا صراحة متحمس للنتيجة، نفسي أتمنى يطلع النتيجة زي ما يقولوا، أتمنى. نمسة مو سيء، ريحة مو سيئة. بس المشكلة إنه أنا يمكن ما أعرف أوصل له في طرف شعري وما أعرف إيش، ممكن حتى ما يكفي شعري لأنه شكل شعري أكثر من كذا، يمكن أخذت كمية أقل. لا تستغربوا شكلي ممكن تدوني والله صاحية من النوم. تعورت، ولازم أقلع الجنجة هذا. والله عضلات على الفاضي، عندي عروق يد وما أعرف إيش على الفاضي، ولا مطلع شيء. مرة قوية والله. هذا عدني لساتني قاعدة أحارب مع العلبة الأولى، إيش عاد للعلبة الثانية؟ وأنا لحد الحين أحاول بس إلا أخرج كل العلبة عشان تكفي شعري. عشان تكفي شعري. المهم، وهذه هي العلبة الثانية. شكلي خلاص، أو ماي جاد، هذه بغالها مسكرة بهذا الشكل. حبيت أن تكون هذه تجربة لنفسي، أني أستطيع أن أعمل صبغة لنفسي لو حبيت. وأخلط هذه مع بعض. يقولك استنوا أكيد ما بعض، أكيد كريم مع هذا ما بعض. بعدين والله أول مرة المفروض أحط الأبيض، بعدين الستيب ثاني، بعدين الثالث هذا، بعد الدش. أنا مش عارفة إيش هذا كيف أسويه، لأنه أول مرة أسويه. أول حاجة أحط الكريم، أوكي. قبل ما أخلط أي شيء راح أقسم شعري. هو أنا عشان أول مرة أحطه لازم أحط الجنب. ستيب ون، مش عارفة، أحس إنه تورط. هو كان المفروض أقرا التعاليم من البداية، بس مكتوب هنا في الأول مع بعض ينحط مع بعض. ف يلا نجرب الموضوع. يلا يا ربي نكون النتيجة حلوة. الحين أنا أحطه مع بعض.
من جد لا أكون أتفلسف بشيء ما أعرفه. يا رب إن تنجح النتيجة ويطلع نتيجة سيئة كويسة، بس سيئة يطلع نتيجة كويسة. خايفة تدخل عيني، أكره هذا الريحة. يا رب ينجح. والله أنا مرة بقهورة، أنا ما أحب أدلش بالذات لما سوي نفسي. ليش أنا غامرت؟ ليه لا 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 من جد مش عارف. شكلي بسبق حواجبي بالمرة، مش يغمض عيني لا تدخل عيني بالغلط وبعدين يصير مصيبة. بدل ما أسبق شعري بكون خلاص خسرت عيني معاه، وسبغة لازم تطلع نتيجة، بيطلع بالنتيجة عيني تروح بينها. يلا خلينا نخلص بسرعة، المرة مل من هذه الأشياء. إن أنت يا أمي، والله أمي اللي سبغت لي أصلاً السبغة هذه، مو أنا بس أضرب السبغ وهذه الأشياء حق التجميليات. أنا مالي علم بهذه الشغلات، ما أعرف هذه الشغلات من جد. ولما جينا نتطور إنه نسوي شغلات، أنا راح أتفلسف شوي عن الشغلات اللي جيت حبيت أسويها، الميك أب وكذا. يا ربي يطلع نتيجة للمرة الثانية. يا رب تدخل للمرة الثانية تدخل يجي. شكله والله بصير بسوي بنفسي مصايب كمان. رجول تعبت من القعدة، على فكرة أنا قاعدة في الأرض. المفروض فوق، ليش تحت؟ أريد أنا ممكن أقص هذا وخليه خفيف، بس حاب أشوف النتيجة فيه. شعري كامل هيك كده صابغة، حطت إنه حطة بالوسط. يلا نتيجة مو سيئة. هي مطلوب مني أن أحطها نص ساعة، راح أقدر أخلص على نص ساعة. وتخيلوا إنه أنا راح أروح الشغل، شايفين ما شاء الله ما شاء الله الحظ الجميل ذا. على فكرة سبق وجهي، الأشياء اللي طاحت عليه سبقت وجهي. أو ماي جاد، إيش؟ يلا تخيل كده المفة عنيا. الشعر طويل غبي أسوأ شيء. أنا ما أحب الشعر طويل، والله باقصك. أنا صراحة كريزي لما أصير حاجة ما تنجح معايا أصير كذا نفسيتي زبالة. يلا يلا كده بهذا الشكل نحطه. على اساس المفروض انه اعلمكم، بس شوفوا كيف صار يدي سودت. الله يعين وجهي كمان سود، النقط اللي طارت على وجهي سود. فانتظروني بعد نص ساعة نشوف النتيجة. يا رب تطلع نتيجة حلوة مو مرة، وراح اشوف كيف اقري باقي التعليمات وراح اقول لكم كيف.
بهدل بهدل. أما هذا هي العلبة، لازم أغسل يدي. والله تبهدلت. شوفوا كله لخاطر عيناكم وتستمتعون بالفيديو. أنا صراحة من جد أنا ما أحب أن أصبغ نفسي، وهذا أول تجربة لي، فحبيت أنه أعمل هذا التحدي، وإن شاء الله أستمر في التحسن في عمل هذا في المستقبل. لكن الآن لا أستطيع. يلا خلونا ننتقل للقطة الثانية. أحس بطفش، أبغى أخلص. شوف كيف صارت يدي انعدمت، حتى وجهي. Oh my God. هذا آخر مرة أسوي هذه التجربة في حياتي بجد. يعني أنا أول مرة أسوي وآخر مرة راح أسوي، ما أسوي هذه التجربة لحالي، والله ما أسوي. مرة انعدم شكلي، غير كذا أنه أنا رايحة الشغل، كيف شكلي كذا مبهدل. حسب ضيق. يا رب تطلع النتيجة حلوة. يعني أنا صراحة مو متفائلة بعد هذا النتيجة، والله مو متفائلة، خايفة، حس إني ببكي. هذا أول مرة. أين أنتم؟ أين أنتم؟ أحس إني الحين وحيدة. من جد والله ببكي. شوف عيوني، بقى شوية رحب. حاسة إني أكلت هواء وورطت نفسي توريطة بنت كلب. أوه ماي جاد. لا إن شاء الله راح تطلع النتيجة أحسن. يا رب يا ربي تطلع النتيجة أحسن. أنا مش حاسة، مو متفائلة. شوفوا بعدين إيش صار بيدي، حاجة بيضة، ما أدري إيش هذه النقاط البيضة هذه كذا. شوفوا اي تجربه في حياتي لازم اعمل خطوه جنبها وبعدين اغش. تخوف من النتيجه. يا رب انجح. مش عارفه اسمع اغاني. وش اسوي؟ فرحه العيد انه انا صبغت شعري، وشعري صح. نسيت أن أقول لكم كل عام وأنتم طيبين. وأخيرا الآن هي النتيجة النهائية. متحمسين تشوفوا النتيجة النهائية؟ أنا مو متفائلة، بس راح أوريكم. تك 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 تك. أنا صراحة بالنسبة لي ما حبيته مرة صراحة، بس اللون عاجبني الصراحة، بس أحس إنه شوية جاف. كان يعني مع الصبغة في زي المرطب وبنفس الوقت شامبو، والشامبو مرة ريحته حلوة، والمرطب مرة ريحته حلوة، حتى ريحة شعري مرة صارت حلوة. أنا صراحة يمكن حبيت المنتج، بس أنا يمكن استخدمت الاستخدام حقتي كان مرة غلط للمنتج، فأنصحكم فيه ممكن يكون حلو. هذا المنتج اللي هو صبغات لوريال. أنا بالنسبة لي هذه الصبغات مرة صحية للشعر، وما تعدم الشعر وما تخرب الشعر. هذه الصبغات أنا استخدمها بكثرة، أغلبية استخدامي لهذه الصبغات، ومنها استخدامي للصبغات الكورية بالذات لما أسحب لون. فإيش رأيكم في نتيجة شعري؟ وإيش رأيكم كأول تجربة لي، نجحت أو لا؟ يا ريت تشاركوني بكومنتاتكم. أنا صراحة مش عارفة، أحس إنه عادي. وكمان شيء تاني، إنه أنا حابة أقص شعري، حابة أقص شعري، وحابة أغير ستايل شعري، وحابة أسوي تمبلو، يعني تمبلو يعني كذا بهذا الشكل. إذا تقترحوا لي اقتراح إني أقص شعري، أو ممكن تشاركوني بأفكاركم وتراسلوني على الإنستغرام على صور الأحلى، يعني صور تناسب، يعني بالذات شكل وجهي تناسب وجهي، القصات اللي تناسب وجهي، وتحطوا لي تراسلوني على الإنستغرام وأنا راح أشوفها كلها، لأني أنا مرة محتارة وأعتبر هذا الشيء مرة صعب. ولا تنسوا تعملوا لايكات كثيرة، وإذا حابين فعلاً إنه أقص شعري توصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك، وإذا ما وصلتوا يمكن أن ما أقص شعري.
هذا مو تهديد بس انه فكرة انه يا ريت تشاركوني بافكاركم في قصات الشعر وتحسوا انه ممكن يناسب شكل وجهي قصات الشعر تحطوا تراسلوني على الانستغرام تراسلوني يعني تجيبوا صور مناسبة لقصات الشعر وانا راح اختار احلى صورة احبها ممكن تناسب شعري او شكل وجهي واغيرها وراح اصور هذا بفلوق كمان قص الشعر فإذا وصلتوا هذا الفيديو 10,000 لايك راح أصور الفلوق وأوريكم نهاية شكل شعري الجديد أو ستايلي الجديد فلا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 10,000 لايك وما أطول عليكم خلونا ننهي الفيديو لأنه بعد شوية راح أروح الشغل مش عارف قاعدة أقلب شعري أشوف مستغربة من اللون يعني مصدومة من اللون يعني كل شوية قاعدة فما طول عليكم وأحبكم مره.